بحضور عدد كبير من رجال الدين المسيحي والإسلامي ووفود شبابية من 20 دولة عربية وأجنبية، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للشبيبة المسيحية العالمية، والتي ركزت بمجملها على أهمية حوار أتباع الديانات في حل النزاعات الناتجة عن التشدد والتطرف، وأهمية التعليم والتوعية فيما يتعلق بالمشاكل البيئية في العالم. وفي الجلسة الافتتاحية التي أقيمت على مسرح كلية طرسنطة بعمان، أكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط أن الأردن أولى الشباب جل عنايته بهدف إنشاء جيل واع لمواجهة التحديات البيئية والحفاظ على الموروث البيئي والحضاري السليم لمستقبل أفضل. وقال خلال رعايته المؤتمر إن الأردن يعتبر مثلاً يحتذى به في السلم الاجتماعي والعيش المشترك بين كافة أطيافه، حتى صار يحظى بالاحترام والتقدير في كل دول العالم. كما أطلقت الوزارة حملة توعوية وتثقيف بيئي كبيرة على مستوى المملكة، يتم بموجبها توعية جميع شرائح المجتمع وتحديداً جيل النشأ للحفاظ على البيئة. من جهته، عبر السيد علاء أبو خضر الأمين العام للشبيبة المسيحية في الأردن عن سعادته لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر، لافتاً إلى دور الشبيبة في تنمية مهاراتها على مختلف الأصعدة الروحية والإنسانية والفكرية. ارتأت الأمانة العالمية بأن تقيم المؤتمر العالمي للشبيبة في بلدنا العزيز، والذي يتمحور حول الأديان في حل النزاعات والتركيز على التعليم وقضايا السلام والعيش المشترك وتسليط الضوء على موضوع البيئة والمشاكل البيئية، وذلك لما ركز عليه قداسة البابا فرانسيس في عظاته بتوجيه النظر لحماية الكرة الأرضية من التلوث والدمار البيئي. أما السيد طارق حجازين المنسق العام للشبيبة المسيحية في الشرق الأوسط، فقد أوضح أن التعددية الدينية والثقافية هي صفة ربانية، وعلى الشباب استغلالها في العمل المشترك فيما بينهم. اليوم ارتأت الأمانة العالمية للشبيبة المسيحية في العالم كله حركة تشيك لتفتتح مؤتمرها بالأردن، وهو أول مؤتمر يقام في الشرق الأوسط. هذا المؤتمر تمحور أو سيتمحور حول التعايش الديني والتعايش الإنساني بين الحضارات، وسنركز من خلال هذا التعايش حتى نستغل أرضية مشتركة ونحكي عن موضوع البيئة. وإحنا اليوم وجهنا رسالة لكل المجتمعات والمنظمات والمؤسسات والقيادات في العالم، حتى قدر الإمكان تعطي دور كبير للشباب وتهتم في رسالتهم. وألقيت في الجلسة الأولى عدة كلمات أشاد فيها المتحدثون بأهمية عقد المؤتمر في الأردن، لما يتميز به هذا البلد من سمعة دولية طيبة في إقامة المؤتمرات وحسن الضيافة، إضافة إلى ما يتمتع به من استقرار أمني وسياسي متميز، حتى صار نموذجاً يحتذى في العيش المشترك المسيحي الإسلامي والتنوع الثقافي والحضاري على مستوى المنطقة. Through our global campaign mechanism, we are mobilizing young people and our national movements in different countries in the area of promotion of access to holistic quality education, the promotion of peace and conflict transformation in schools, the preservation of the environment, good governance, solidarity, and fraternity action. He says, we are in the beginning, and we are always in the beginning. And this program will be another beginning for peace building. لكي ندافع عن مفهوم المواطنة المتساوية التي هي المدخل لنتناقش لنكون مواطنون أردنيون على التساوي، بغض النظر أنت ذكر أم أنثى، مسيحي أم مسلم، أنت فلسطيني أم أردني. الأساس أنك مواطن لك حقوق وعليك واجبات أمام القانون. ثلاث أنواع من التلوث للأسف لم ندرسها كما ينبغي. وجودنا اليوم في المؤتمر كان عبارة عن شرح للشركة تبعتنا وأهدافها، وخصوصا التكنولوجيا اللي بتختص في البيئة أيضا، هي في مجال الطاقة، وهو عبارة عن تكنولوجيا لتنظيف الألواح الشمسية من غير استخدام المياه. المؤتمر العالمي للشبيبة هو بيختص هاي السنة، بيحكي عن السلام وبيحكي عن محور البيئة، فكان بتنسيق من المنسقية حابين إنهم يكون في
innovative people موجودين في الأردن يحكوا عن مشاريعهم الريادية اللي بتختص بهذا المجال. وفي الجلسة الثانية لأعمال المؤتمر أقيمت ندوة حوارية على مسرح الجامعة الأمريكية في مادبة، شارك فيها رئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب ومدير الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان وعدد من المتحدثين. تناولوا خلالها جملة من القضايا بينها دور كل من الأديان والتعليم في بناء وتعزيز قيم السلام والتعاون والحوار بين الشعوب، مذكرين الشباب بالفرص المتوافرة لهم للانفتاح والسعي إلى التطور لصنع مستقبل أفضل وواعد. فلا تسمحوا للتردد والخوف من التطور ومواكبة كل ما هو جديد أن ينال منكم وأن يهدر طاقاتكم، بل عليكم بالانفتاح والتقبل وتفعيل أنماط الحوار دائما. يجب أن نفكر قبل أن نؤطر ذاتنا بإطار الدين والعرق والجنس والطبقة الاجتماعية والمعرفية والفكرية، يجب أن نعيد التفكير بأننا إنسان خلق من أجل الإنسانية. وأعتقد أنه إحنا هذا المؤتمر بيخلي الناس تيجي تشوف هذا البلد الصامد برؤيته، بمشروعه القيمي، بانفتاحه نحو التغيير. هذا البلد اللي بده يقدم نموذج بكل ما يتصل بالمواطن الصالحة، بمناهج التربية والتعليم، التعديلات اللي عم بتصير عنا بالأردن. وأنا واثقة أنه بده يضل الأردن جامع للناس. في المقر الرئيسي للمنظمة، في كتير من أصحابي أو عائلتي حتى بحكوا لي كيف بتروح على منظمة بوذية؟ طيب البوذيين أعداء المسلمين، البوذيين بكرهونا، البوذيين، في ناس بحكوا لي البوذيين بوكلوا كلاب، بوكلوا صراصير. طيب أنا لما رحت هناك هم أصلاً نباتيين، يعني ناس ما بوكلوا لحمة أصلاً وصلاتهم يعني لما بيصلوا ما بدعوا مثلاً يا رب عطينا، يا رب ما بدعوا حتى لبلدهم، ما بدعوا، بدعوا للعالم كله. شفت ناس بيبكوا على لاجئين سوريا وعلى لاجئين العراق وهم ما بيعرفوهم، يعني انت بعيد عنا كتير. هذا وكان قد سبق عقد جلسات المؤتمر إقامة قداس إلهي في كنيسة الراعي الصالح في مركز سيدة السلام، ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال وبمشاركة سيادة المطران ياسر عياش وجمع من الكهنة الأفاضل. وفي عظة القداس رحب غبطته بالضيوف المشاركين في المؤتمر مثنياً على جهودهم بإنجاح هذه الفعالية العالمية.